ونبقى في أجواء الفرح، حيث رصدت كاميرا رؤية مظاهر العيد في محافظة الكرك ومدينة البتراء الوردية التي اكتظت بالسياح الأردنيين والأجانب. في وادي موشى التابع لمحافظة معان، استقبلت مدينة البتراء الوردية ضيوفها وزائريها في العيد بطريقة مختلفة عن الأعياد السابقة، فقد قدمت موسيقات الأمن العام عرضا مميزا داخل ساحات مركز زوار البتراء وسط تفاعل الحضور، فيما قدمت سلطة أقليم البتراء ضيافة تمثلت بالقهوة العربية التقليدية والحلويات إلى جميع الزوار من مختلف الجنسيات. كانت نسبة كبيرة من الزوار من مختلف الجنسيات مختلف الديانات، انبسطوا جدا من هذه المناسبة ومن هذه الفكرة والتي احنا نتمثل فيها من يعني على أجدادنا وعلى تقاليدنا المتبعة دائما وكل بيت أردني طبعا. وإلى محافظة الكرك، حيث احتفل المواطنون هناك بالعيد عبر خروج كثير منهم إلى المتنزهات العامة وأماكن الترفيه، وبالطبع كان الأطفال هم بهجة العيد وفرحته. أجواء الفرح والسرور وخاصة للأطفال وللنساء، يعني الصورة هي التي تعبر كما تشاهدون وما كما تلاحظون الآن في هذه الأجواء. كل عام وأنتم بخير، احنا هون في الكرك كثير مبسوطين، بتمنى الجميع يكونوا هون. كل عام وأنتم بخير، كان العيد كثير حلو وتسلينا هون كثير. وبانتظار أعياد ومناسبات فرح أخرى، يسأل المواطنون الله عز وجل أن يديم الأردن واحة أمن واستقرار في ظل قيادته الهاشمية وشعبه الوفي.